السلام عليكم. لو انت داخله عشان تمضي فتره رمضان ووصفه كده سريعه بمكونين اتنين بس وتخلي لك الحيطه بتاعتك بتبرق وترجع جديده من غير دعك ومن غير بقى سلك ومن غير الحاجات الصعبه بتاعتنا دي بالمسح بس زي ما انت شايفه قدامك، يبقى انت كده دخلت الفيديو المظبوط. بس ما تنسيش اول ما تدخلي لو الوصفه عجبتك حطي لي لايك على طول، ولو كومنت منك يبقى انت كده عملتي مع اختك الواجب. زي ما انتوا شايفين يا جماعة مسحة واحدة بس ومش 50 مكون، هما مكونين اتنين بس، وانا متأكدة ان هما سهلين ومش غاليين، هيكونوا عندك حالا حالا دلوقتي. هنخش في المضمون، ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتحطوا له اللايك زي ما قلت لكم. شايفين النتيجة عاملة ازاي بمنتهى السهولة وبمسحة واحدة بس. ايه يا نوجة المكونات اللي عندك؟ هما حاجتين اتنين. هتجيبي كيس كلوروكس الوان، مش عايزاه ابيض، كلوروكس الوان. خليكم ماشيين على الوصفه مظبوط، ما تجوديش عشان الحيطه بتاعتك ما تبصش. هتاخدي وايه تاني؟ فيري. فيري ممكن نغيره ببريل عادي، تمام. بس هو فيري اقوى كتير جدا من بريل، تمام. بس ممكن في الحاله اللي انتوا عارفينها فاحنا هنجيب بريل مش فيري. هتجيبي 4 لتر ميه يكونوا سخنين، وبعدين بردوا حاجة بسيطة، بردوا بس حاجة بسيطة، وترجعي تحطيهم في الإزازة 4 لتر من المية، وكوباية زي ما انتوا شايفة كده المج بتاع الشاي العادي، حطي كوباية من البريل على المية دي، وارجعي حطي كوباية من الكيس الكلوروكس الألوان برضو على المية. أنا صراحة حطيت الكيس كله، تمام، لأنه هو لقيته يعني قريب قوي من الكوباية، يعني هو فيه تقريبا كوباية، فحطيت الكيس كله. الوصفة دي حلاوتها في حاجتين، إن انت تقدر تستخدميها للحوائط، وتقدري تستخدميها في تلميع السيراميك بتاعك تخليهولك يرجع جديد لانج، لو في اي تكيسات، لو في اي اللي هو انطفى وما بقاش بيلمع كده، ما بقاش فيه يعني، مش بتحسي ان هو مجرد ما تغسليه وتخرجي من الحمام وينشف تلاقيه رجع بهتان كده، لا، الوصفه دي هترجعهولك جديد فعلا. شوفوا يا جماعه الوصفه دي تحفه، وانا مجرباها وناس كتيره جدا جربتها وشكرتني عليها انها فعلا فعلا كويسه، وبتشيل دهون. لو كانت دهون عندك دهون بوتاجاز بس بسيطه مش قويه قوي، يعني انت ايدك في البوتاجاز بتاعك بتنضفها. لو انت مثلا عندك يعني صراحة يعني لو هقعد اعدد من هنا للسنة الجاية فيها مميزات كتير. شايفين لمعة الخلاطات ازاي؟ ازاي خليها تلمع الخلاطات بتاعتي؟ شايفين اللمعة كانت عاملة ازاي؟ الخلاطات دي لمعتها ازاي؟ حطيت شوية من الوصفة زي ما انتم شايفين، وحطيت شوية اريال عليها او برسيل او اوكسي، تمام؟ بس خلينا في اوكسي. بحط شوية من الاوكسي في شوية طبق زي كده، وبخلي بقية الوصفة على جنب، فاهميني؟ وبعد كده اغسل بقى بيها الحمام بتاعي واغسل بيها الخلاطات، بترجع جديده لانج لانج. انتوا شفتوا اللمعه بعينيكم، تمام. طب انا دلوقتي عايزاها للحوائط، خدت شويه زي ما انتوا شايفين وهحط عليها سنه من البيكنج بودر، مش بيكنج صودا، انا عايزه بيكنج بودر بتاع الحلويات. هتحطي قد ايه بقى؟ عارفه ربع معلقه؟ اقل من ربع معلقه، يعني ربع المعلقه كده، لا اقل منها كمان عشان ما نبوظش الحيطه بتاعتنا، تمام. لو انت عندك الحيطه كبيره يعني مكان كبير قوي متوسخ، هتحطي في حاجه زي كده وبتبتدي تبلي حته من القماشه، يعني ميه من الميه دي من الخلطه دي يعني، وتبتدي تمسحي بيها الحيطه، وترجعي بعد كده تمسحي بميه تكون يعني بفوطه تكون ما فيهاش غير ميه بس عشان ما نبوظش الحيطه بتاعتنا، فاهماني؟ يعني انا همسك حته قبلها حته قماش قابلها بالوصفه دي، وبعد كده احطها مثلا على مساحه واقعد كده اعملها، لان هي بمسحه واحده بس، زي ما قلت لك مش محتاجه اي نوع من انواع الدعك ولا اي حاجه، ولا سلك ولا حتى بالليفه ولا اي حاجه، فاهماني؟ فبالتالي هحطها بس كده قبل حته القماشه واحطها على المساحه عشان اجيب بيها فوق وتحت بسرعه. لو انت الحيطه عندك متوسخه ومش متوسخه قوي، يعني محتاجه تلميع. طب متوسخه قوي زي بتاعتي كده، زي ما انت شايفه انا سبتها حوالي شهر او شهر ونص عشان توصل للمرحله دي. فلو انا مثلا عندي الدنيا كده، هترشي على المكان وتسيبيها بس 5 دقايق وبعد كده تكملي تمسحي. بس مسحه يا جماعه، مسحه، والله مسحه بجد. الوصفه هايله جدا، وفي تلميع البوتاجاز، وفي تلميع لو انت جبتيها، يعني انا ازاي بقى عايزه المع البوتاجاز بتاعي، وعايزه المع اي حاجه استلس عندي، وعايزه المع الحوض، وعايزه المع الخلاطات بتاعه المطبخ والحمام بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. شايفه الوصفه عامله ازاي؟ شايفه من مسحه واحده بس ازاي كل الاوساخ راحت، مع اني المفروض اسيبها 5 دقايق وما اتسابتش، ما سبتهاش 5 دقايق والله قدامكم زي ما انتم شايفين، وشايفين النتيجه الدنيا بتلمع ازاي ونضيفه زي القشطه. طيب يا نوجة زي ما قلت لكم انا عايزاها دلوقتي المع بيها اي حاجه استلس عندي، حتى لو كان البوتاجاز، حتى لو كان اي حاجه، اعمل ايه؟
هتجيبي شويه من الخلطه زي ما انتوا شايفين كده في طبق، وتحطي عليها شويه من الاوكسي. اوكسي ما عنديش اوكسي بأريال، يبقى بيرسيد، بس انتوا عارفين احنا بنستخدم الاوكسي في الفتره الحاليه، ان شاء الله العمر كله باذن الله ما نرجعش للايه للمنتجات دي تاني. لاوكسي حطي شويه من الاوكسي ودعكي بيهم الحمام، لو ملمعش ونضف وخلالك الدنيا بتبرق قولي نوجه دي مش عارفه حاجه، تمام. والبوتاجاز زي ما قلت لك، والحوض بتاعك، كل حاجه. الخلطه دي وصفه تحفه زي ما قلت لكم، في ناس كتيره جدا جدا جربتها وشكرت فيها فوق ما تتخيلوا، تمام. طيب انا عايزاها للحيطه، يبقى برضو نفس الخلطه، خدت منها شويه وحطيتها على الحيطه زي ما انتوا شايفين كده، وعملت ايه ومسحت، مسحت بحته. والله يا جماعه الحته بعد ما خلصت حتة القماشة نفسها هي كانت مفروض تبقى متوسخة، لأ أنا هوريها لكم في آخر الفيديو، هي بقت قشطة، عارفاني بقت أنضف ما كنت بعملها في الأول. يعني لو أنت عندك حتة المطبخ بتاعتك حطيها في برضو في نفس الخلطة اللي فيها البيكنج بودر والخلطة بتاعتنا، هترجع لك جديدة لانج، أي فيها دهون أي أوساخ أي حاجة ملهاش لازمة هترجع لانج. الوصفة دي لازم تبقى موجودة في المطبخ بتاعك أساسي، تلمعي بيها أي حاجة، تلمعي بيها الغسالة بتاعتك، تلمعي بيها أي حاجة، فعلا وصفة روعة روعة روعة. ولو في أي دهون زي ما قلت لك موجودة عندك في حاجة بسيطة، يعني أنت إيدك في المطبخ بس دهون بسيطة، هتلاقي هتجيب معاكي من الاخر، وهتكريك مطبخك بيبرق كله، هتنفع معاكي في الخلاط. لو انت عندك الخلاط بتاع الخلاط بنخلط فيه القوطه والحاجه والكبه وكده تمسحيها بيه، تحفه. لو عندك الميكروويف او الفرن برضو تحطيه عليه، تحفه. انا متاكده من اللي انا بقوله لكم لان انا جربته. شايفين يا جماعه الحيطه بتعمل ازاي؟ يعني الوصفه دي تنفع للحاجتين، لازم تبقى موجوده في مطبخك عشان كده، لانها تنفع لحاجتين، تنفع للتلميع اي حاجه المطبخ في اي في الحمام في اي حاجه، وتنفع كمان للحيطان، فهي لازم تبقى موجوده في بيتك اساسي، تمام. ما تنسوش تحطوا لي اللايك لو كنتم موجودين معايا لحد دلوقتي، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك بتنظف كمان الحمام وتلمعه والخلاطات كل حاجه صراحه كل حاجه. طب انا لو عايزه حاجه اقوى شويه، هتلاقي موجوده على القناه في خلطه اسمها انا كاتبه عليها الخلطه السحريه، لانها فعلا خلطه سحريه ومكونين اتنين بس برضو، والنتيجه بتاعتها وهم، بس الكلام ده لو انت عندك كميه دهون مش طبيعيه. يعني عارفه تدوري جنب بقى البوتاجاز، وبقالي فتره مثلا كنت تعبانه او مكسله او او او، ولقيتي نفسك مثلا عايزه تقومي تخلصي على كل الحاجات دي، وهتلاقي الدنيا عندك بصي سهله جدا. هتلاقي اسمها مكتوب الخلطه السحريه، هتلاقيها موجوده عندك برده بمكونين اتنين بس، هتلاقيها يعني مكوناتها برده سهله ورخيص جدا. وبرده كل اللي جربها والله العظيم كل اللي جربها دعي لي، بسبب ان كانوا الاستخدام بتاعها سهل والدهون طلعت بمنتهى بمنتهى السهوله. الدهون فعلا اللي هي الصعبه اللي بتبقى جنب البوتاجاز او فوق الفوق او فوق المطبخ او تحت في الارض بتاع البوتاجاز او اي دهون، هتدعوا لي يا جماعه لما تعملوها. فهي الوصفه دي برده موجوده على القناه لو انت عندك دهون شديده شويه، تمام. وزي ما انتم شايفين النتيجه برده بتاعت الحيطه تحفه 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 بجد. الطريقه الوصفه دي سهله ومكوناتها مش غاليه، وفي نفس الوقت بتديكي ولا احسن منتج لتنظيف الحيطان او تنظيف المطبخ او تنظيف الحمام وتلميعه. يعني من الاخر وصفه كده واحد في الف، مش واحد في عشره، مش واحد في خمسه، بتنفع لحاجات كتيره جدا جدا. الوصفه هاي لو انا فعلا برشحها لكم بقوه ان انتوا تجربوها، لان هي فعلا فعاله. ولو ما كانتش فعاله تاكدوا ان انا مش هقول لكم عليها، وكمان هقول لكم انها بتنضف كذا ومش بتنضف كذا. هتكملي مثلا لا ده مش انا مش هتنضف لك الفرن مثلا، لا مش هتنضف لك، لا انا بقول الحاجه اللي حصلت معايا بالفعل واللي انا جربتها تجربه شخصيه. شايفين الحيطه بقت عامله ازاي يا جماعه؟ والله العظيم مسح، والله ما حطيت فيها سلكه ولا مثلا سفنجه ولا اي حاجه من الحاجات دي. اللي شفتوه في الفيديو هو ده اللي انا استخدمته. اتمنى ان هو يعجبكم من قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعه تحطوا له لايك قبل ما تخرجوا، لو كنتم ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا. بس كده، يلا باي باي. دعواتكم بقى الحلوه كده في رمضان ان شاء الله ما تنسونوش من صالح دعائكم باذن الله في صالح الحال. شايفين الحته اللي انا قلت لكم عليها؟ شايفين رجعت نظيفه اكتر من الاول مع انها المفروض تبقى متوسخه، اللي حصل انها رجعت نظيفه اكتر من الاول. بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.